ساعات بعد إعلان النتائج الأولية لانتخاب البرلمان، أعلنت بعض الأحزاب المحسوبة على النظام السابق عن إمكانية تحالفها تحت قبة المجلس الشعبي الوطني الجديد داعمة برنامج الرئيس عبد المجيد تبون. ماشيين إن شاء الله التيار الوطني أولاً عنده مهمة سياسية أنه يحصن البلاد ويحصن جبهتها الداخلية، ثانياً عنده مهمة تطوير البلاد في برنامج اقتصادي قوي، واتفقنا مع الكثير من الأحزاب متفقين عليها في الطرح تاعها، حتى في 54 نقطة تاع السيد الرئيس نتقاطع معها في الكثير من هذه النقاط. تحالف وتكتل حزبي يعني حسب الدستور الجزائري وقانون الانتخابات الجديد أغلبية سياسية برلمانية تقترح على رئيس البلاد رئيسا جديدا للحكومة. بعض الأحزاب ستقوم بالتحالفات وهذا شيء طبيعي، لأن الدستور قد يخول لهم كافة الصلاحيات، لأن الأحزاب السياسية التي لديها وعاء شعبي ولديها قاعدة شعبية من حقها أن تتحالف لتختار من يراه مناسبة وتقدم الاقتراحات. الأحزاب السياسية لا تفصل في الحكومة، ليس لدي الحق بأن تعين الوزراء، إنما الذي لديه الحق الدستوري هو السيد رئيس الجمهورية. إذا صدق إعلان تحالف الأحزاب الداعمة لمشاريع الرئيس فإن هذه الأخيرة لن تصطدم بأي معارضة برلمانية مؤثرة، يقول متابعون. الخريطة السياسية الجديدة لا يوجد فيها شيء اسمه المعارضة، كلهم تقريبا موالاة، وما شاع وما عرف عن نبذ الرئيس لحزب جبهة التحرير الوطني لا يغير من واقع الحالي في شيئا، لأن جبهة التحرير ستنخرط في مشروع الرئيس. التكتلات والتحالفات السياسية أمر صار معروفا داخل برلمان الجزائر، وإن كان هذه المرة بعض أصدقاء الأمس أعداء اليوم، فمنهم من دعم حراك الشارع عام 2019 في أيامه الأولى متنكرا لحلفائه، ومنهم من قفز من السفينة قبل أن تغرق بدقائق. أيام قليلة ويبت المجلس الدستوري في النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، انتخابات لم يتغير فيها المشهد والخارطة السياسية، ما جعل مراقبين يقولون إن هذا البرلمان وكأنه كان في إجازة وعاد لممارسة مهامه من جديد. نهاد زرواطي، سكاي نيوز عربية، الجزائر.